call me a god. You call me a god. نعطي علامة كذا. خلنا قراصنة. دوم ديك. سيطرنا على المصنع الخامس. المفروض ان الحين كميات الذهب اللي تجينا في الساعة قرابة كم في الساعة، اتوقع 100 في الساعة وبشكل ثابت. مستودع افتحها خارج البث، اما في البث بس اخلص مهام افضل عشان الوقت، ونجي هنا ونسوي الطلبات. نفس الغلطة اللي اغلطها دائما. نوصل طلبات، يعطونا نقاط مجانية نقدر نطور بها المخازن. اوكي كل توصيل نفس المكان. نحتاج 65 و65 150 تقريبا، لا 130 الافيون، و شراب القمقمة تقريبا 130، يعني بناخذ 150. نرجع للسفينة ناخذ 150 من كل نوعية. إصلاح للسفينة، إدارة الشحنة، نزل الأغراض اللي ما نريدها. هذه كلها ما نريدها. وبعد عندك مدافع الهواء نستخدمها ما زلت، منقنيق المدفعية والتوربيدات استخدمها نقلها المستودع. عندنا شراب القمقمة هنا 3، ونحتاج إلى 150 من كل حبة أو 140. نقل الشحنة. كيف أقدر أنزل؟ المفروض يكون في طريقة إني أكتب الرقم دام إني على البي سي أو على الكيبورد، أو أوكي كذا أقدر عن طريق الأسهم. نروح لـ 150 شراب القمقمة. ننقل هذا بعد للشحنة ونحط 150. أتمنى إنه يكون الرقم يعني صح، ما أكون غلطان في الرقم لأنه ما بيكون فيه فاست ترافل. وننطلق للبحر. ما في فاست ترافل المفروض. ايوه كل الفاست ترافل يكون مغلق. وننطلق لهنا البحار قريبة ما بعيدة. اوف لاين ما بيكون حد يهاجمنا فعادي. صعدنا في الترتيب بس بعدني اشوف نفسي اني 500، كانه قبل كان 400 الف. ليش ما تظهر لي العلامة؟ ماشي طالب قياسي وصل هنا. الحين بيبدوا يهجموا علينا هذول السفن القراصنة.
لكن نقدر ندمرهم بسهولة مع الصاروخ الجديد. خلي يكون من هنا افضل. امشي في مساحة بحر مفتوح قبل ان ادخل. موفقة موفقة كانت. بس ما تعطيني كريتيكال هيت كم مرة حاولت اني اجيب كريتيكال هيت في هذا الضربة. الحين المشكلة اللي يحاربوني مش هذا عثمانيين ولا من هذا العلم او الهنديين. بعيد اريد ازيد السنسيتيفيتي لانه هذا كثير الحركة بطيئة وتخليني احرك الماوس مرتين. المفروض ادخل من هنا. اسرع لو ادخل من هنا. كأنه بنوصل قبل الوقت. نقدر نسيطر على المصنع السادس في حالة كانت أوفلاين. بسويها إذا كانت أونلاين بشوف على حسب الناس وين داخله. هذه كريتيكال هيت قبل شوي كنت اسال عنها. كيف ادخل هنا؟ لا هذا ما مدخل. هذا مدخل للدو دو. ما اقدر ادخل السفينة. كمل 165 و 160 130 بالضبط. حديد نقي ما نحتاج له. بنوصل حد الساعتين بعد شوي. ما بنطول كثير. نحاول نسيطر على استحواذ السادس ونطلع. ما ضروري حتى اخلص الاستحواذ السادس. اباكا الرامي الفاخر اهم. الاباكا عندي كثير و لحد الحين ما واجهت اي حاجة اقدر اصنع بها يعني او اصنع بالاباكة. شوف كيف مايل السفينة.
أدغال تشيتشومينا. سيارة الفريسة ليس فقط هذا. كأنه صار ضباب غير طبيعي، هل دخل بالمهمة أو وش هذا الممر الغريب والغبي انك تسوي لعبة سفن؟ وش هالممرات الغبية؟ ننزل نوصل الغرض، اربع مهام في وقت واحد، اختصار الوقت نكتسب اكثر نقاط. ليفل 10 ايوه، تحدي صعب. سموك ذيرز ا بيبيز بوتم ويل دان. نشوف وصلنا البرونز 1 او ايش هذا النقاط اللي زادت عندي. نطور هذا. واريد اطور هذا صراحة لانه اقرب واحد مني. سنتين هنا، فهذا اقرب واحد صح. أطور هذا مرة ثانية. الحين عندي 100، ما أقدر أطور بهالشيء. نشوف، ننتظر 4 دقائق ونشوف المهمة الجاية. بس خلنا نشيل التوربيدات ونرجع. في هنا او هنا في هذا الطريق تقدر تشوف سفينة الاشباح، بس لحد الحين ما مشيت لها. وخليها هذه لاباستيد. اوكي هذا لاباستيد، نشوف من هنا. هذه لاباستيد كانت في واحدة من المهام كنت أقدر أسويها، وإنتاجها طيب 30-30. مستوى أوكي، شي منهم تأخذهم على مستوى متطور. شوف هذا المستوى الثاني أوريدي، بس هذا المستوى الأول. نشوف ما بسوي الفاست ترافل الحين، بنتظر 3 دقائق افضل. نشوف الشحنة اللي عندنا، نفتح هذا اوراق تبغ. وش هذا؟ حديد نقي، ننقله. ليش ما ننقله؟ ممكن نستخدمه في شيء. بس هذا قراءة الخريطة، بواسطة الشركة التجارية الهولندية لتوصيل صندوق قيم، لكن لم أوصله. هبت العواصف وتلتها
مجزرة في جزر الهند الشرقية جنوب غرب بوكيت كاندي. جنوب غرب بوكيت كاندي